السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وانتم بتشوفوا الفيديو النهاردة، الفيديو النهاردة هيكون فيديو مختلف ومميز، لان انا النهاردة هعمل تجربة ل25 نوع محاكيات موجودة في السوق، اكيد كلنا في مصر نقدر نشتريها. حاولت ان انا اجيبها بحيث ان هو تكون اسعارها متفاوتة من اول جنيه لحد 22 جنيه. مش هطول عليكم في البداية، بس قبل ما ابدأ الفيديو يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. اوكي، نبدأ بالفيديو على طول. شرح بس بسيط، انا ايه هي الالوان ديت او هنجرب المحايات على ايه. اولا هنجربها على قلم فابر كاستل، اهوت ده قلم فابر كاستل درجة بي، يعني يعتبر خفيف مش تقيل. دي اول درجة قلم رصاص. تاني درجة من ماركة M&G، مقاسها 12 بي. انا كنت اول مره اشوف مقاسات 12 بي، انا كنت فاكره ان اخر حاجه 10، وكتير دوت في الموضوع ده وهبقى اتكلم عنه في فيديوهات جايه بالنسبه للاقلام الرصاص، بس ما كنتش اعرف ان في لحد 12 بي، فقلت نجربه برضو مع المحايات. وكاتبين بالقلم الستيلر الفاين لاينر، ال 3 بلس فاين لاينر، اللون الاسود ده اللي موجود هنا في الصف ده. وفي كمان بقلم جاف، وليه انا استخدمت قلم جاف؟ لان انا كتير كتير بتسأل السؤال ده، هل في محاية ممكن تخفف او تمسح جاف؟ فده اللي انا هجربه من خلال ال 25 محاية دول، هل هتخففه، هتمسحه، هتشيله؟ انا مش عارفة، فهجربها معاكم واحدة واحدة. القلم ده M&G، اسمه TR3، قلم سنه 7/10. برضو انا ناوية ان انا اعمل عليه فيديو، ده تاني مرة استخدمه في فيديوهاتي او اتكلم عليه في فيديوهاتي، لان انا على طول بكتب بيه في اي تجارب كانت تخص الهايلايتر او غيره، فدي تاني مرة استخدمه. بالنسبة للدبليو سي ديت او الووتر كولر، الووتر كولر استخدمت من ماركة M&G. الماركة دي ووتر كولر، دول 12 لون، انا اخترت اللون الاورنج اللي فيهم عشان نجرب برضو اذا كانت المحايات هتمسحها او هتخففها هتشيلها، مش عارفه لسه ما جربتهاش خالص. وبالنسبه للون الاخضر اللي في الاخر ده، دي انا كانت مجموعه الوان عندي اصلا من فتره كبيره، دي كانت الوان بليكا، هو تقريبا كانت الدرجه دي، انا مش متذكره ان ليها 4 درجات، لان دول 36 لون بس كانوا قصيرين، عشان جبتهم عشان كانوا اكتر عدد الوان كان موجود بغض النظر عن هم كانوا قصيرين او لا. فدي اخر حاجه هجربها برضو فيها اذا كانت هتمسح الالوان الخشب برضو ولا لا. انا بعد ما عملت تصنيفاتهم وكتبتهم رجعتهم في شنطه كبيره تاني، ف يعني هختار عشوائي كده وهجرب، اللي هو انا مش عارفه لسه هختار ايه، يعني هطلع جزء كده هختار عشوائي، مش هيبقى بالترتيب اللي موجود. طيب، في اول واحده طلعت في ايدي هي بيليكان سترايك، انا فاكره ان انا كاتباها هنا اهي، دي بيليكان سترايك، دي كان سعرها 4 جنيه. هجربها على اللاين بتاعها، الصف بتاعها ده كده كله. الدست او العادم بتاعها يعتبر كتير مش قليل، على القلم الرصاص الخفيف كويسه مش وحشه، طبعا بالنسبه للدرجه الاعلى هنلاقيها يدوب بالعافيه مسحته. بالنسبه للحبر بتاع الستيلر صعب كتير، اجاف نفس الكلام، الووتر كولر نفس الموضوع، بتخفف شويه من الالوان الخشب، بتخفف درجتها. ده كان بالنسبه لاول محايه اللي هي البليكن، نوت باد بالنسبه للقلم الفابر كاسل البي. اللي بعدها اللي قدامي الميكانيكال بنسل، دي متوفر منها 4 الوان، دي كنت اشتريتها ب10 جنيه، فانا هختار لون، طبعا انا بحب اي درجه من درجات الازرق، فاكيد هختار الازرق هي اللي هفتحها. يعني تقريبا الاتنين متقاربين جدا،
بس دي بـ4 ودي بـ10، الاتنين متقاربين جدا حتى في درجة الرصاص بتاعهم. هنجرب فابر كاستل بي في سي فري، دي اللي هي البلاك. دي كانت السودا. نجرب. اوكي دي بقى فابر كاستل برضو، بس مكتوب ان هي داست فري، يعني العادم بتاعها قليل. فهجرب اشوف اذا كان فعلا العادم بتاعها قليل ولا لا، بس هي على فكره لحد ما سوفت شويه عن الـ عن الـ عن البلاك. سوفت خالص، طريه جدا. واو احسن واحده لحد دلوقتي. يعتبر الدست بتاعها قريب جدا من الاسود، مش برضو مش قليل قوي. اكتر واحده لحد دلوقتي ممتازه مع القلم ال 12 بي فاين لاينر. لا ولا الام جي ولا الووتر كولر، نو واي. اوكي مع الالوان، اوكي مع الالوان الخشب مش سيئه برضو، كويسه، بس بالنسبه للقلم الرصاص اتس بيرفكت. البي فابر كاستل بي بيرفكت. هنجرب ايه تاني؟ اوكي ستيدلر مارس بلاستيك، في منها مقاسين، انا جبت المقاسين عشان اوريكم ان في منها مقاسين، في صغير وفي كبير. دي الصغيرة كانت بـ8 والكبيرة بـ12. مش هحتاج الكبيرة لانها برضو الكبار بالنسبة لي ضخمين قوي على ايدي الصغيرة، سلسة ومرنة في الاستخدام، فانا هفتح الصغيرة. اوكي تعتبر لحد دلوقتي the best، بس هجرب الباقي مش عارفة، انا ما جربتش الباقي قبل كده. طيب في ميلان، دي شكلها تريانجل كده مثلث. الميلان دي الواحدة بـ3 جنيه، دي اللي هي 3 × 3. هجربها برضو، هنختار اللون الفاتح. المحاية دي الطرية سوفت. ميلان كماركة اسباني هي دايما دايما يعني اغلب المحايات بتاعتها سو سوفت يعني. تتقطع بسرعة يمكن عشان الشيب الترينجل بتاعها. يعني وسط، مش واو، بس طبعا في حاجات احسن منها بكتير زي الفايبر كاستل. هنا الميلان دي ضعيفة شوية. في برضو ميلان بشكل مثلث برضو بس اتخن شوية، دي المثلث بتاعها رفيع، دي المثلث بتاعها اتخن، دي رقمها 428، كان سعرها 3 جنيه، دي 428 اللي تحتها على طول. بس كلهم بنسب متفاوتة بيأثروا على الألوان الخشب، ودي حاجة كويسة لو احنا حابين او بنحب نرسم بالألوان الخشب او نلون بيها، دي حاجة كويسة ممكن نختار، هتبقى الأحسن هنا فيهم ان هي تمسح الألوان الخشب. برضو نفس الكلام، ما حسيتش ان في ديفرنس ما بينها وما بين الترينجل التانية اللي كانت فوقها اللي هي دي، تقريبا الاتنين نفس الكلام، ما كانش في فرق كبير.
طيب في دي ليها شيب مختلف شوية، دي من ماركة ام ان جي، البيتش ديت لونها خوخي كده، دي ليها شيب مختلف، ليها يعني تمسح زي الحواف او الاماكن الرفيعة، فمش عارفة برضو اذا كانت perfect or not، فهنجربها. دي كانت من ماركة ام ان جي. تقريبا مساحتها amazing amazing، المحاية دي بجد بجد amazing، يعني يمكن قبل كمان الاستيلر، مش قادرة اقولها، بس يمكن كمان قبل الاستيلر، تحفة لحد دلوقتي، دول احسن وافضل اتنين لحد دلوقتي. اوكي في ايه هنا عندنا تاني؟ لا حابة اجرب دول. اوكي في دي هي ماركة صيني مش عارفة، اللي هي الجوي جوي بير، دي هي شكلها ويرد شوية، عاملة شبه العجلة كده بتلف، وليها كافر، مش عارفة الصراحة هتبقى سهلة في الاستخدام ولا لا، بس هنجربها. دي كانت بسبعة. I don't like it. في عندنا ايه تاني؟ نرجع تاني لفابر كاستل. عندنا فابر كاستل دي هي ليها رقم، انا معرفش، مش لاقي لها اسم، بس هي احد انواع الفابر كاستل، لونها ابيض، فري بي في سي برضو. اوكي في الصغيرة دي فابر كاستل، دي مكتوب ان هي للجرافيتي بنسلز، في صحيح المحاية دي في منها الوان، عشان انا نسيت اقول في الوانها ايه، في اهي دي colors بتاعتها. حلو في محاية اسمها rainbow، ألوانتها مفرحة جدا، هيت دي كان سعرها 2 جنيه. في ناس قالت لي ان المحاية دي حلوة، فقلت ان انا اجربها، استخدم البينك بقى المرة دي. بس كويسة قوي بالنسبة لسعرها، كويسة حلوة، دي بالنسبة لسعرها كويسة. في نرجع للميلان، في منها حجمين، حجم ضخم كده كبير وحجم رفيع، ميلان 40-20 و40-24 درجتين، انا برضو هفتح الصغيرة. ميلان كانت الصغيرة دي بتلاتة والكبيرة بتاعتها باربعة، انا كاتبة اسعار كل حاجة. الافكت كويس برضو، وسط بالنسبة للألوان الخشب. في نوع ميلان تاني 124، شكلها بيضاوي كده، صغيرة وبيضاوية، هجرب فيها الأبيض بتاعها. دي 124، سعرها 2 جنيه، رخيصة خالص. أوي مش حلوة خالص خالص خالص. في محاية برضو هي صيني اسمها 4B، دي سوفت خالص، ومكتوب ان هي سوفت اريزر، سوفت جدا، هنجربها نشوف بالنسبة لسعرها هتبقى كويسة ولا لأ. 4B هي سوفت ب2 جنيه.
مش عارفة الساوند طالع ولا لأ، بس يعني حتى ال ده المنظر بتاع المحاية. نو تعتبر كويسة جدا على الألوان الخشب، كويسة جدا جدا يعني، بس بالنسبة للرصاص والرصاص ال2 بي كويس، البي سوري كويس، انما ال12 بي مش كويس خالص، وعيوبها ان هي بتعمل صوت جامد قوي بصراحة. حلو، نرجع للاستدلر تاني. عندنا الاستدلر اللي هي اللي لونها ابيض دي، شبه اللي كانت الازرق اللي هي عجبتني دي، بس دي اللون الابيض بتاعها. ريزو بلاست مقاسين برضو، المقاس الصغير ب6 والمقاس الكبير كان ب8، فانا هجرب المقاس الصغير. دول في فابر كاستل، بقية الألوان اللي هي بتاعت البي في سي فري، هما كلهم تقريبا كلهم بي في سي فري، بس هي دايما مميزة بالكتابة ان عليها بي في سي فري. ده اللون الأحمر. أنا بجد من أكتر الحاجات اللي مخليني أعمل الفيديو ده ان دايما كنت أتسأل ايه الفرق ما بين أسود والأبيض والأبيض ده والأزرق والأحمر، ايه الفروقات اللي بينهم. انا بجربهم دلوقتي عشان انا حتى اعرف ايه الفروقات اللي بينهم. طيب هنختار الاحمر الاول، الريد. ماشي، نجرب الازرق. الالوان الخشب تقريبا هم كلهم متقاربين، يعني بالنسبة لان هم نشوفهم كده كلهم متقاربين. في واحدة كمان ابيض، في 3 انواع ابيض على فكرة، ان هي ديت اجربها برضو واشوف اذا كان فعلا في فروقات كبيرة ما بينهم ولا لا، بس انا مش حاسة ان في اي فرق لحد دلوقتي. بالنسبة لاقلام الرصاص كلهم هم تحت بعض، الايفكت كل واحد ما عدا اللي هي دي اضعفهم في القلم البي الرصاص، اعلاهم الفري دوست في ال12 بي نو ايفكت بالنسبه للاقلام الحبر والجاف والالوان المايه، بس بالنسبه للالوان الخشب برضو كلهم واحد، كلهم واحد ما عدا الفري دوست الى حد ما اقل شويه، بس هما تقريبا كلهم واحد. اوكي، في لسه ايه تاني؟ نرجع للميلان، في محايه صغيره خالص ودي ارخص محايه ممكن تشتريها، المحايه دي بجنيه اونلي 1 باوند. نجرب الزرقه بتاعتها. في نوع كمان في الميلان اللي هو ال430، عريضة وشكلها مربع بالمنظر ده. نجرب الأبيض بتاعها. يعتبر آخر نوع كنت كاتباه، يعني محاية شكلها غريب وفي منها 3 ألوان، فابر كاستل سليف ميني اريزر، دي كان سعرها 13، الشيب بتاعها غريب ومختلف. دي شكلها برضو ليها اللي هي نظام الحواف ده، بس حاسه ان ده الشيب ده مش ميزه في المحايات، لان انا يعني هستهلك ده بس وههدر كل ده، كل ده مش هقدر ان انا اوصله،
يعني الا اذا انا خلصت كل ده، وبعدين انا هخلص كل الرفيع اللي بيجيب الحواف هدخل على دي، وبرده هتكون صعبة شوية لان دي ضخمة في ان هي تمسك. ده رأيي يعني في الشيء بتاع الفابريكاستل ديت. لسه تلات انواع، والتلات انواع منهم نوعين: ارت ريزر، فايبر كاستل ارت ريزر، وفي كمان ستيلر ارت ريزر. الارت ريزر او اللي هو في الاغلب ناس كتير بتطلبها للاقلام الفحم او الاقلام التخينه زي ال 12 بي، المحايه دي بتشيل اكتر، فلسه هجرب برضو واشوف مين فيهم الاحسن. كده هنختار الازرق في الفايبر كاستل. يعني المحايل داست فري تمسح احسن من الارت ريزر. او ماي جاد. سيئة جدا. No. So bad. طيب هنجرب ال فابر كاستل، سوري الستيدلر، الارت اريزر. الارت اريزرز اللي جبتهم مش حلوين. طيب ما عادش غير اخر نوع اتمنى يكون احسنهم، ان هو اغلاهم، وهي المارس ريزر من ستيدلر. وده بيبقى عبارة عن قلم بيتبرى في طرفه فرشة عشان نبعد الدست بتاعها من ستيدلر. دي اخر محاية معايا، يا رب تبقى احسنهم. واو، في افكت كويس جدا بس بيخففه مش بيمسحه. ده كده يكون النتيجة النهائية لتجربة 25 محايا. هسيب لكم الصورة بتاعتها على الانستجرام عندي عشان تشوفوا بطريقة اوضح، حتى لو مش شايفينها في الفيديو، افكت كل محايا عامل ازاي. بعد ما جربنا المحايات كلها اظن كان واضح قدامكم الفروقات الكبيره والرهيبه. انا بس كنت عايزه في الاخر اقول ان المحايات اللي كانت ممتازه في كل حاجه، المحايات اللي كانت ممتازه في القلم الفايبر كاستل الرصاص درجه بي، كانت الستيدلر المارس ريزر والستيدلر الارت ريزر والستيدلر برضو الريزو بلاست والمارس بلاست. وبالنسبة للميلان، الميلان إريزر اللي هي ال 2040 وال 2024، دول كانوا ممتازين جدا على القلم دوت. كمان الرينبو اللي ما كنتش أتوقع إن هي تكون بالكفاءة دي طلعت ممتازة جدا عليه. الفور بي اللي هي السوفت ديت شوية فيها عيب شكلها، بس كانت كويسة جدا على القلم الرصاص الخفيف، فدي حاجة تعتبر ميزة ليها مش عيب. طبعا اكيد وبدون ادنى شك المحايه البيتش من ام ان جي كانت رهيبه طبعا على كل حاجه. في ايه تاني؟ في الدوست فري كمان كانت ممتازه جدا، والفابر كاستل اللي هي السليف ميني ريزر اللي شكلها غريب شويه بس كانت ممتازه جدا على القلم الرصاص دوت اللي هو القلم الرصاص فابر كاستل بي. بالنسبه للي كانوا بيرفكت على ال 12 بي، الرينبو كانت ممتازة جدا على 12 بي، شالته بطريقة ملحوظة جدا،
وطبعا البيتش من ام ان جي والدوست فري من فايبر كاستل. دول كانوا بالنسبه للقلم الام ان جي 12 بي، ده كان قلم رصاص تقيل ولا محاية اثرت على الفاين لاينر البلاك من ستيدلر، لانه قلم حبر تقيل جدا. ده ميزه ليه للناس اللي بتحب ترسم او تعمل تحديد للرسومات بتاعتها قبل ما تلونها، فده معناه ان هي قبل ما تمسح الرصاص او بعد ما تمسح الرصاص ان القلم ده لا يمكن ان هو يتمسح. قلم ممتاز جدا، كنت اتكلمت عليه قبل كده في فيديوهات فاتت، فانصحكم بجد انكم تشتروه. بالنسبه للاثر على الووتر كولر، كان نوع واحد بس اللي هو الستيدلر المارس ريزر، القلم دوت ده الوحيد اللي اثر عليه، والوحيد اللي اثر على القلم الجاف كمان، مسح منه جزء كبير، خففه، ما مسحوش على الاطلاق، خففه. بالنسبه للالوان الخشب، فطبعا اكيد التوب بالنسبه لهم هي كانت برضو نفس المحايه دي، لان هي مسحت اللون تماما، مسحته خالص. كان ممتاز جدا، المحايه دي ممتازه جدا في الالوان الخشب. يليها المورس بلاست اللي هي سوري الريزو بلاست ديت من ستيدلر، برضو كانت ممتازه جدا على الالوان الخشب. يليها الفور بي اللي ما كانتش عجباني بصراحه، رحت في الفور بي اللي هي سوفت، بس كانت ممتازه برضو على الالوان الخشب. للي محتاج محايه تكون بتمسح الالوان الخشب فدي كويسه جدا، سعرها مناسب جدا، محايه ب2 جنيه تقدر تعمل الكفاءه دي، فدي حاجه ممتازه. طبعا اكيد بدون ادنى شك البيتش نفس الكلام، وكمان الفايبر كاستل داست فري. بالنسبه لي التوب او اللي حبيتها جدا وانصح اي حد لو لقاها ان هو يشتريها، البيتش من ام ان جي، محايه رائعه تنفع لاي حاجه ولاي استخدام من الاستخدامات على الاقل الثلاثه، للاقلام الرصاص الخفيفه والثقيله والالوان الخشب، بسعر ممتاز جدا. فاكيد هي دي اللي هرشحها لاي حد حابب ان هو يستخدم محايه تكون حلوه وجميله. يا رب بجد يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ولو في اي نوع محايات تاني غير اللي انا ذكرتهم ال 25 دول وحابين ان انا اجيبها واجربها، يا ريت تسيبولي في الكومنتس بلو تحت اسم المحايه ونوعها، وانا اكيد ان شاء الله هعمل فيديوهات عنها. ما تنسوش في اخر الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي.